الكنائس مدينة حمص اللي عم تتعرض للقصف والدمار من قبل الأحياء والحواجز موالي للنظام الحكومي. ما لا شايفين المقامات عم تحترق داخل الكنيسة. ما في شيء عم يسلم من هالنظام نجم، حتى الشجر عم يحترق. هاي هون عندنا كمان كفاءة الساحة المقبرة، المقبرة داخل هاي الكنيسة. طبعا كمان ما عم يرحم النظام، طبعا عم يستهدف كل شيء. مدينة حمص عم يستهدف من قبل هالنظام المجرم القصف العشوائي. كان اي شيء نحسن نطفي هالحريق، مي للشرب ما عندنا، مي للشرب عم نسحبها من الابار، فشلون نطفي النيران